شرف ليا دعوة أساتذتي الكرام دكتور محمد مصطفى ودكتورة لميا ودكتور علي ودكتور محمد الشحات ودكتور مروان إني أكون موجودة مع حضراتكم، وأكيد يدتني شرف إني أكون مع أساتذتي الأفاضل أستاذة دكتورة هدى مخلوف أختي الكبيرة والنصيحة الأمينة اللي دايما بتعلم منها، أستاذي الفاضل الدكتور رائد المتولي اللي دايما الحقيقة محاضراته بتبقى قيمة جدا وبيجمع لنا كل الجايد لاينز والأبديتس وبنقدر تكون مرجع لينا، اخويا والسينيور بتاعي اللي اتعلمت منه كتير وبتعلم منه دايما دكتور وليد جمال، اختي وزميلتي ورفيقه الكفاح ودفعتي دكتوره سحر رفعت. هنتكلم مع حضراتكم على missed points in respiratory ICU. الحقيقه احنا يعني هنتكلم كده يعني هنعمل هايلايت على بعض البوينت اللي ممكن تكون بوينت صغيره قوي ولكن بتفرق جدا في الاوتكم بتاع البيشنت. تمام. كتير جدا مننا ممكن نسمع يعني حد من الاكسبرت بتوع، هو اكيد مش بيبقى اكسبرت، حد من النواب بيقول لك لا انا الدنيا معايا تمام والبيشنت معايا زي الفل. هل نقدر اي حد فينا يقول I'm proud to say that I don't have adverse event in my ICU؟ يمكن معانا تيم العنايه الشباب ورا محمد ممدوح وكريم، تقدر تقول ان انت ما بيحصلش معاك اي ادفيرز ايفنت في الاي سي يو؟ هل في اي عنايه بتحصل معانا ان احنا ما نلاقيش ادفيرز ايفنت؟ الحقيقه انا لو قلت الكلمه دي ده معناه ان انا دي دينجرس اي سي يو، اما ان انا مش بعمل دوكيومنتيشن للايفنت، مش بعمل ايفالويشن كويس، مش باخد كوركتيف اكشن لاي مشكله بتحصل معايا، او ان انا بقى العنايه بتاعتي فاضيه مفيش اي بيشنت اصلا في الاي سي يو بتاعتي. مهم جدا ان انا اعمل استيميشن كويس لاي ادفيرز ايفنت بيحصل معايا عشان احافظ على السيفتي بتاعت العيان بتاعي. في اليو اس اتعملت دراسه كبيره ولقيوا ان تقريبا سنويا 44 ل 98 الف بيشنت بيحصل لهم مورتاليتي نتيجه لبعض الايرورز او اللي ممكن تحصل مننا في الاي سي يو. الانسيدنس بتاع الادفيرز ايفنت حوالي يعني 11.3، دي نسبه كبيره مش قليله، وفي ستادي قالت ان احنا ممكن يكون 45% منهم يعني تقريبا نصهم افويدبل، ودي كارثه. انا لو عندي ادفيرز ايفنت نصهم افويدبل وانا ما قدرتش ديتكت واصلحها دي هتبقى مشكله كبيره. To err is human, to forgive even. ألكسندر بوب قال المقولة دي، وهو الحقيقة هو واخدها مننا، هي يعني هو ألكسندر بوب شاعر وكاتب إنجليزي كبير في القرن ال 17 وال 18، ولكن احنا في حديث شريف بيقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. فالمقولة دي هو واخدها مننا، فاحنا مهم جدا إن لما الواحد يعرف خطأه يقدر يصلحه ويتوب عنه. في سنة 2000 اتعمل ريفيو أرتكل كبير جدا واتعمل منه كتاب تحت عنوان To Err is Human, Building a Safer Health System. ده كان أول حاجة يعني بوينت فينجر على المشاكل اللي بتحصل في الهيلث كير والإيرز اللي بتحصل، والحقيقة هي البوينتنج فينجر دي ما كانتش أصابع اتهام، ولكن بالعكس كانت يعني جايدنج أو بتحطني على المشكلة وبتقول بالعكس أنا عندي جود هيلث كير تيم سواء دكتور أو نيرس، لكن عندي باد سيستم وان انا لازم احط جود سيستم عشان اصلح المشاكل دي. ال WHO في 2004 قررت انها تعمل تحالف الجلوبال الاينس فور بيشنت سيفتي عشان نقدر نحسن البيشنت سيفتي في الورلد وايد. طيب احيانا كتير احنا من كتر ما احنا بنبقى خايفين من الايرورز وعايزين نصلح بنبدا نقول يعني doing more. طب هل doing more ده صح؟ بالعكس doing more can be worse، ممكن يدخلني في مشاكل اكتر، ويمكن من الكومن ايرز اللي بتحصل في الاي سي يو بيكون ان انا اوفر يوز، سواء اوفر يوز لفلويدز لبلاد ترانسفيوجن لدراجز، وده هنتكلم عنه بالتفصيل. احنا مجمعين معانا يمكن اكتر 16 بوينت ممكن يكونوا بيقعوا مننا وحاجات سيمبل، اول 10 منهم هنتكلم عنهم اغلبهم بيندرجوا تحت دوينج مور. انا بحاول اعمل حاجه اكتر واحسن فبروح مبوظه الدنيا اكتر. هنبدأ مع أستاذتي الفاضلة دكتورة هدى مخلوف، وهنبدأ نتكلم عن الفلويد أدجستمنت والأوفر لود من الفلويد. الأول طبعا السلام عليكم جميعا،
وكل سنة وحضراتكم طيبين، وبنبارك للدكتور محمد على نجاح المؤتمر، وإن شاء الله يا رب كل سنة متجمعين على خير ودايما كاملين كلنا مع بعض، مش حد مننا مفقود بإذن الله، ويديم علينا الفرحة اللي بنشوفها في مؤتمر دكتور محمد اللي احنا مش عارفين سببها ايه لغاية دلوقتي يعني. بس هو في حاجة حلوة مش عارفة هي ايه، يمكن تكون ابتسامة دكتور محمد الدايمة اللي بيقابلنا بيها. لما بنيجي نتكلم على الانترافينوس فلويد، هو احنا بنستعمل الانترافينوس فلويد في حالات الهايبوفوليميا لما بيحصل دي هيدريشن او في حالات البلادلوس. هو تقريبا حوالي 50% من الحالات بتستجيب للفلويد ثيرابي، برغم كده ان في حالات ممكن يحصل منها اللي هو الفوليوم اوفرلود، بدل ما انا بصلح بدخل العيان في فوليوم اوفرلود، وده ممكن يسبب للبيشنت مشاكل، منها ان ممكن يحصل اكيوت كيدني انجري، ممكن يحصل بالمونري ايديما، ممكن يحصل بلورال افيوجن، كمان ممكن يحصل عندي مورتاليتي، ممكن يزود معايا الدايز بتاعت الميكانيكال فنتيليشن او الدايز بتاعت الهوسبيتال استي. في حالات الاكيوت كيدني انجري واحنا بنصلحه، لو ابتدينا نستعمل اجريسيف فلويد ثيرابي ممكن يحصل للعيان كونجستيف رينال فيلير، ودي مشكله طبعا ان انا بدل ما اصلح ان انا ابتدي بالاوفرلود ان انا اعمل مشكله للبيشنت. عشان كده الريكومنديشن دايما في حالات الاكيوت كيدني انجري ان احنا نستخدم ريستريكتيف فلويد ثيرابي استراتيجي، ده افضل عشان اقلل كل الكومبليكيشن اللي قلناها. في حالات السيبسيس كان سنة 2021 السيرفايفنج سيبسيس كومبين كانت قالت انها ادي في الحالات السيبتك شوك ان انا ابتدي اديهم اجريسيف فلويد ثيرابي، بس ما لقيتش سبورت للريكومنديشن دي قوي، وهي كانت بتدي حوالي 30 ملي بير كي جي، ولاحظوا ان 3% من الحالات اللي ممكن تستجيب في اول 8 ساعات وبعد كده ادي فلويد زي ما انت عايز مفيش ريسبونس هيحصل. فلكن لما احنا بنيجي في حالات السيبسيز وببتدي ادي فلويد ثيرابي، مهم قوي ان انا بشوف الانبوت قد ايه والاوتبوت قد ايه. لو حصل فلويد بالانس يعني الانبوت شيء طبيعي هيكون اكتر من الاوتبوت، ما يتخطاش الاثنين لتر لان ده ممكن يعمل مورتاليتي. في نقطه مهمه جدا ناخد بالنا منها من الانترافينوس فلويد ثيرابي، ان في حاجه اسمها الهيدن فلويدز. انا بدي محاليل للبيشنت وبدي له فلويدز مش محسوبه، مش مجرد ان انا بقول بديله كام لتر جلوكوز ولا كام لتر رينجر ولا كام لتر ملح، في كميه من الفلويدز بديها هي هيدن، ودي تقريبا بتمثل ثلث الكميه الفلويدز اللي بتدخل للبيشنت، من ضمنها المفروض ان انا بحسب الانترافينوس فايلز اللي بتبقى فيها سوائل، لازم احسب كميتها قد ايه، بحسب كمان الحاجات اللي بديها في الانترافينوس لاينز، يعني لما اجي ادي كالسيوم ولا مغنيسيوم ولا بوتاسيوم، لو بدي الحاجات دي على فلويدز لازم احسبها في حساباتي، مش مجرد الفلويدز اللي انا بديها بكميات كبيره. كمان الانترال نيوتريشن اللي بياخدها البيشنت، البلاد برودكت اللي بديها للبيشنت، كل ده لازم يتحسب معايا في الانبوت عشان اقدر اقارنه بالاوتبوت اللي بيخرجه البيشنت. فالحاجات دي مهمه جدا اخد بالي منها في الفلويد ثيرابي عشان ما يحصلش مني فلويد اوفرلود للبيشنت. شكرا. دكتوره هدى، عايزين نتكلم عن السيديشن. احيانا كتير يعني يمكن الفرق بيننا وبين عنايات تخدير ندخل نلاقي كل العيانين نايمين، احنا بنخليهم كلهم صاحيين. فايه الصح يعني، صح الاوفر سيديشن ولا الكونشس سيديشن، ولا المفروض ان احنا نعمل ايه؟ لما بنيجي نتكلم برضو على الاوفر سيديشن، هي السيديشن طبعا كومن في الاي سي يو ان احنا نعمل سيديشن للبيشنت، مثلا لو احنا خدنا حاله اي ار دي اس سيفير ولا مودريت واحتجت ان انا ادي سيديشن، ده موجود ان انا ممكن استخدم سيديشن، هو الافضل طبعا بدي البروبوفول او الديكسيميدي توميدين ممكن استعمله. عندك حالات الاجيتيشن ممكن بنديها الانتسايكوتيك والانكزوليتيك بستعملها في العنايه، في بعض الناس بدي مجرد انالجيزيا بس للبيشنت. بس اخد بالي ان استعمالي للسيديشن بشكل مش مظبوط وان انا اعمل اوفر سيديشن للبيشنت ده مش صح، لان هو اول حاجه ان هيطول لي الديز بتاعه الميكانيكال فنتيليشن، ممكن يطول الديز بتاعه الاي سي يو ستي، هو ممكن مش هيأثر على مورتاليتي ريت لكن هيأثر على ريت اوف ديليريوم، ان البيشنت يبتدي يحصل له ديليريوم،
لو انا عايز اعمل ايرلي موبيلايزيشن وايرلي ريهابليتيشن مش هقدر انا انفذ البروجرام ده وانا مسطحه البيشنت وعامله له السيديشن. البنز ديازيبينز الكومبليكيشن بتاعتها كتيره ما هياش ريكومندد، لكن هي الافضل ان انا استعمل، وده اعتقد احنا بنستعمله عندنا اللي هو الديلي انترابشن للسيديشن، ده كويس جدا ان انا استعمله، هيقلل لي طبعا من الستي على الميكانيكال فنتيليشن او من الهوسبيتال ستي، المورتاليتي ريت هتبقى افضل لو انا بعمل ديلي انترابشن للسيديشن، مش ان انا ماسكه العيان زي التخدير ان هو نايم على طول وان شاء الله نصحيه لما ربنا ييسر وريح نفسك. لا طبعا ده مش مظبوط ان احنا نعمل كده. شكرا دكتورة هدى، وزي ما حضرتك قلتي فعلا احنا يوميا الصبح دوتين لازم كل عيان بنعمل ديلي انتروبشن للسيديشن ويأسس هل هو فعلا محتاج السيديشن ده، هل هو فعلا ستيل اجيتيتد او في انكزايتي، ولا خلاص انا اقدر استغنى عن السيديشن. دكتور رائد طبعا الانتيبيوتكس احنا كلنا بنحب الانتيبيوتكس جدا، وبالذات ان احنا يعني كل المرضى بتوعنا بيبقى تقريبا السبب الاساسي للادميشن الاي سي يو انفكشن، ف يعني ايه الراشونال بتاعي في ان انا استخدم انتيبيوتكس وازاي ما اعملش اوفر يوز للانتيبيوتكس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه بشكر الاخ الفاضل الاستاذ الدكتور محمد مصطفى على الدعوه الكريمه والنشاط الكبير لجميع جنوب الوادي والزملاء الاعزاء، وفعلا مؤتمر جميل وروحه خفيفه وكلنا بنحب نجي كل سنه، وان شاء الله كل سنه افضل من اللي قبلها. يعني طبعا اليوز اوف انتيبيوتكس في الاي سي يو ده واحد وان اوف ذا كورنر ستون في المانجمنت في عين الاي سي يو. تقريبا ما فيش اي سي يو ما فيش انتيبيوتكس، ده بيتكتب العين هو في الاستقبال اساسا قبل ما يدخل الاي سي يو. لكن هي المشكله كلها في البروبر يوز اوف انتيبيوتكس في الاي سي يو، هي دي الاشكاليه. هل احنا بنستخدمها في انديكيشن مظبوطه وبدوز مظبوطه وبديوريشن مظبوطه، ولا في مال براكتس في اليوز اوف انتيبيوتكس، وايه المشاكل اللي بتقابلنا فيها؟ عشان كده محتاجين اويرنس اكتر فيها. زي ما نقول العيان اللي بيدخل الاي سي يو في جزء منه بيبقى دياجنوز ان هو في انفكشن، وفي عيانين بيبقى محتاجين مور دياجنوز عشان ااكد نفسي. اكتر حاجات بنقابلها زي سيبسيز وسيبتك شوك، ايفن في الحالات اللي هي بروفد ان فيها انفكشن الانتيبيوتيك يوز لها جايد لاينز ولها ليميتيشنز مش مفتوحه استخدمها فوريفر. الجايد لاين بتقول لنا في ايفن في السيبسيز اللي انا بدي فيها الانتيبيوتيك ريكومندد في قبل ساعه في within 1 اور لازم اعمل ريفيجن ثاني للانتيبيوتيك يوز وابدا ريجوليت وابدا ديسكليت الانتيبيوتيكس عشان افويد الكومبليكيشنز بتاعت الاوفر يوز بتاع الانتيبيوتيكس. عندنا برضو في حالات الهاب وحالات الفاب اللي هي تدخل عندنا في الاي سي يو الجايد لاينز الاسا والاي تي اس جايد لاينز بتريكومند ان احنا نمينمايز الريسك الانتيبيوتيكس والانتيبيوتيك ريزيستنس عن طريق ان انا بستخدم اللوكال انتي بايجرامز في الاي سي يو اللي انا موجود فيها، عن طريق ان انا بليمت الديوريشن اوف ثيرابي وبدات الريكومنديشن ان انا اقلل الديوريشن الى 7 دايز. يبقى ده الليميتيشن في الحالات اللي محتاجه اصلا انتي بايوتكس. فما بالنا بقى في حالات كتيره الارقام بتقول لنا فيها ان حوالي 40 ل 85% من العيانين اللي بيدخلوا في الاي سي يو بياخدوا على الاقل 1 كورس اوف انتي بايوتكس، ووجدوا ان 10 ان العيانين في الاي سي يو بياخدوا انتيبيوتكس 10 اضعاف العيانين اللي في الورد، ووجدوا ان 30 ل 60% من الحالات اللي بتاخد انتيبيوتكس فيهم مال براكتس لا اما ان نيسيسري او ان ابروبريت ريكومنديشن للانتيبيوتكس. والكلام ده ظهر بصوره واضحه في البانديميك بتاع الكوفيد والابيوز، وكل العيانين بياخدوا انتيبيوتكس ايفن وزاوت دوكيومنتد بيز. الاستراتيجية اتعملت في 2019 بتبين لنا حجم البروبلم، بالرغم ان احنا بنبقى ماشيين على جايد لاينز والامبيريكال ثيرابي انيشيتد اكوردنج جايد لاينز، لكن الجايد لاين قالت لنا بعد ما بنبدا او في البدايه بناخد كلشر وبنغير اللاينز اوف تريتمنت، هنا لا حصل ليميتيشن وما حصلش تشينج في الانتيبيوتكس وفضلوا على الامبيريكال ثيرابي، وده بيدخل العيان في مشاكل كثيره. ايه المشاكل اللي احنا بنخاف منها؟ ليه مش عاوزين الاوفر يوز للانتيبيوتكس وليه خايفين منها؟ طب ما ندي وخلاص احنا نامن نفسنا زي ما بيقولوا بالبلد كده، ما ينفعش. ليه بقى؟ لان في سيريس افكتس سايد افكتس هتيجي على البيشنت نفسه وعلى الكوميونتي من حواليه. البيشنت نفسه كل سايد افكتس سواء بقى على الكدني او الهارت او السي ان اس او الليفر، كل الكلام ده هيافكت البيشنت والكوميونتي نفسها هتبقى افكتد بنيو سترينز من الانتيبيوتيك
ريزيستنس اللي هتطلع والاورجانيزم اللي هتطلع جديده المالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم، واللي بتصل المورتاليتي ريت فيها في حاليا الى 700,000 حاله بريير، والمتوقع واكسبكتد توصل ل 10 مليون في 2050. وككوست بنفيت بتكلف الدوله في امريكا مثلا الاحصائيات تقول 50 بليون دولار، وفي اوروبا 9 بليون يورو في الكوست اوف مايكروبيال ريزيستنس. يبقى هي القصه مش قصه في ريزيستنس ولا ما فيش ريزيستنس، دي هتكلفني كوست قد ايه وهتكلفني مورتاليتي قد ايه. وبدا بقى كل السوسايس اللي شغاله في الاي سي يو بتالارم ان احنا لازم يكون عندنا بروجرامز ونتبع الانتي مايكروبيال ستور شيب بروجرامز، واللي هي بتعني بحسن توظيف الانتيبيوتكس والبروبر يوز والانتيبيوتكس، وبتعني بالفايف ديز. مهم جدا عارفين ان في خمس ديز بدور عليهم في الستور شيب بروجرام. اول حاجه الرايت دايجنوزس، ثاني حاجه الرايت دراج بريسكريبشن، ثالث حاجه الرايت دوز والرايت ديوريشن، واخر حاجه الديسكاليشن. اللي هي النقطه اللي انا بقول بتبقى مزد مننا، احنا بنكتب الانتيبيوتكس للعيان 3 انتيبيوتكس وبنسيبه بروبر في الاي سي يو، وحطوا بوينتس معينه بتبقى بيمشوا فيها اللي هي البروبر دايجنوزس للعيان زي ما قلنا، وايرلي شيفت من البارنترال للاورال انتيبيوتكس عشان افويد السايد افكتس بتاع البارنترال انجكشنز، وادجست الدوز لو في اي كيدني افكشنز او في اي ليفر افكشن، وكمان باوبتمايز الدوز لو في دراج ريزيستنس موجوده، وافويد الابليكيشنز للثيرابي وذاوت انديكيشن، والديوريشن تبقى محدده برضو عشان ما نستخدمهاش زي ما قلنا وذاوت ليميتيشن للتايم، وبعمل اسكاليشن وين نيدد وافويد دراج دراج انتر اكشن. الاستدي اتعملت في 2022 على اليوز اوف انتي مايكروبيال ستور شيب بروجرامز في الاي سي يو، وكانت على الحالات اللي هي كريتيكالي في الاي سي يو. خدوا السيكتور بتاع السيبسيز والسيبتيك شوك والباب، وطلعوا بريكومنديشنز في الاخر ان اليوز اوف الانتيبيوتكس ستور شيب بروجرامز عمل ليميتيشن لليوز اوف انتيبيوتكس، وعمل بروبر دايجنوزس، وقلل الريزيستنس في الاي سي يو بتاعت الايه السيتويشن دي. اللي بعده دكتور صفاء، ماشي. ديت الكونكلوجن بتاعنا في الحته ديت اللي قبلها ديت، ايه الخطوات بتاعتنا بالضبط عشان نافويد الاوفر يوز في الانتيبيوتكس؟ ان احنا يبقى في عندنا ستاندرد جايد لاينز بنمشي عليها. الانتيبيوتكس شود بي انديفيدوالايزد، لازم امشي على الرولز بتاعه الانتي مايكروبيال ستور شيب ريجاردنج الفايف ديز اللي احنا قلناهم، الديوريشن والدوز والدياجنوزس والديسكاليشن. ونقطه مهمه تبقى مست كمان مننا في الاي سي يو هو وجود الكلينيكال فارماسيست اللي هو سبيشاليز في الاي سي يو، وده له رول جدا في الجزئيه ديت، لان هو مايندد بس في الجزء بتاع الانتيبيوتكس والجزء بتاع الميديكيشنز اللي هي بريسكرايب للبيشنتس ودراج دراج انتر اكشن وهاو تو افويد. فدي نقط مهمه لازم ناخد بالنا في البراكتس. شكرا لحضرتك دكتور رائد. يمكن كمان احنا من الكومن بروبلم اللي بتقابلنا دايما في الاي سي يو الجاسترو انتستينال ألسر والجاسترو انتستينال بليدنج. هل انا المفروض اني ادي روتين بروفلاكتيك من الجاسترو انتستينال ألسر وانس البيشنت دخل معايا الاي سي يو، ولا استنى لغايه ما يحصل بليدنج وادي، ولا ايه الصح يا دكتور رائد في النقطه دي؟ طبعا برضه الستريس ألسر في الاي سي يو ده وان اوف ذا هيدن بروبلمز اللي احنا بنشوفها في الاي سي يو، وساعات بتبقى مزد مننا، والعيان بيبقى هاي ريسكي فور بليدنج وما بياخدش بروفلاكسز وبيدخل في بليدنج. وزي ما احنا شايفين الاحصائيات بتقول لو العيان دخل في ميجور بليدنج من ستريس ألسر المورتاليتي ريت بتوصل من 50 ل 65% من الحالات. يبقى لازم اخد بالي ان في حالات وسيكتور منكم لوست مني في الاي سي يو بسبب ان انا اتاخرت في بدايه الايه البروفلاكسز. الميوكوزال دامج اللي بيحصل عندي بيحصل في تقريبا كل الحالات من 75% من 75 ل 100% من الكيسز في سام ديجري اوف ميوكوزال دامج، سواء كان ايروجن سواء كان ألسر، بعضهم بيجيب ماينور بليدنج بعضهم بيجيب ميجور بليدنج، لكن السيجنيفيكانس اللي فيهم اللي بيجيب سيفير بليدنج حوالي 6% من الكيسز، وده مش قليل. لا ده بيقول ان في مشكله كبيره ولازم اخد بالي منها وابدا ايرلي انترفينشن فيها بروفلاكسس فيها تو افويد الالسرز. وجدوا ان 75% من الحالات اللي بيجي لهم بليدنج هم الحالات اللي ما بدوش ايرلي بروفلاكسس وهم هاي ريسك جروب. طبعا الباثوفيسيولوجي هنعديه بسرعه لنتيجه عشان التايم.
فكل القصه كلها ان في عندي البروتكتيف ميكانيزمز بتقل عندي في الميوكوزا سواء في نتيجه الهايبوبرفيوجن السبلنكينج سيركيوليشن فبيقلل البايكارب سكريشنز والبروتكتيف لايرز بتاع الجلايكوبروتين ميوكوزا لاير بتقل وبالتالي العيان بيبقى لايبل فور انجري فور السريشن وفور بليدنج. نيكست هنا بقى في كاتيجوريز للبليدنج مش اي بليدنج يهمني في الاي سي يو زي ما قلنا تقريبا كل الحالات في الاي سي يو بيبقى فيها نوع من الميوكوزا الانجري لكن 50% منهم بيبقى اوكلت حاجات ماينور في 8% منهم ممكن يبقى بريزنتد بهيماتيمسيس ومالينا لكن 3% هم دول من 1 ل 3% هم دول بيبقى فيهم سيجنيفيكانت بليدنج وهم دول بيبقى عيني عليهم هم دول بيأفكت الهيمودايناميكس بتاعت البيشنت والعين بيبقى هايبوتنسيف والتاكي كارديا والهيموجلوبين بتاعها بيبقى لوست اكتر من 2 جرام بير ديسليتر ودي المورتاليتي فيهم توصل الى 50 الى 60% في الاي سي يو. البريتش ميديكال جورنال في 2020 عملوا زي جايد لاينز وعملوا سمبليفايد استراتيفيكيشن للريسك اوف بليدنج في الحالات الاي سي يو عشان ابدا احط ايدي على الايه على بداية الطريق ده العيان اللي فيه ريسك فاكتورز لا خليك في نفس السلايد ده الريسك فاكتور هرسموه اللي هاي ريسك جروب ومودريت ريسك جروب واللور ريسك جروب هي ديت المفتاح بتاعنا هو ده اللي هيواجهني الهاي ريسك جروب ده اقسمه حتى لتو جروب الجروب الاولانيه من 8-10% الميكانيكال فنتيليشن وزاوت انترال نيوتريشن لانهم بيعتبروا الانترال نيوتريشن ده من الحاجات المهمه جدا اللي بتبقى مزه مننا برضو في البراكتس وهي من البروتكتيف تولز للميوكوزا بتاعه الايه بتاعه الاستومك يبقى لو في ميكانيكال فنتيليشن وزاوت انترال نيوتريشن ولو في كرونيك ليفر ديزيز ده من 8-10% ده هيحتاج ابدا بروفلاكسيس لو 4-8% لو في كوجالوبسي او 2 من الايه من المودريت ريسك فاكتورز اللي هو ميكانيكال فنتيليشن وذ انترال فيدنج او الاكيوت كيدني انجري او السيبسيس او الشوك ده برضه بيبقى انديكيتد بقيه الريسك فاكتورز بتبقى لو ريسك فاكتورز ما بيبقاش محتاج فيهم ابدا البروفلاكسيس. النكست الريكومنديشنز بتاعتهم زي ما قلنا كده ان انا ببدا البروفلاكسيس في الحالات ده اللي هي الهاير فوق ال 4% والبروتون بستخدم فيهم الريكومنديشن بتاعتهم بروتون بامب انهيبيتورز والاتش 2 بلوكرز وهم اجين استخدام السكرال فيت في هذه الحالات وقالوا حتى لو انا خايف من الريسك اوف نمونيا في الحالات ديت عشان الانسنس بيعلى في حالات البروفلاكسيس في لما بقلل البي اتش بتاعت السمك لا انا طالما العيان هاي ريسك جروب لازم استخدم فيه البروفلاكسيس تو افويد الايه البليدنج ماشي. وفي 2022 جايد لاينز جمعت الداتا دي كلها وحطيتهم لها في تو كاتيجوريز بس لا اما ميجور ريسك فاكتورز او ماينور ريسك فاكتورز وهم جمعوا نفس الداتا تقريبا بس بقت مور سمبليفايد عشان خاطر ما يبقاش في بايس في الايه في الاستخدام يبقى انا هجيب العيان ولو في اي حاجه من الميجور هبدا استخدم له البروفلاكسيز ميجورز سواء كانت بارنترال او اورال البروتون بامب انهيبيتورز او الاتش 2 بلوكر او الساكرال فيت زي ما احنا شايفين دي الديفرنت جروبز والدوز بتاعتهم. السؤال اللي بعد كده فور هاو لونج يعني الديوريشن هفضي بروفلاكسيس لحد امتى وانا خايف من الريسك اوف باب النمونيا اللي ممكن تيجي للعيان. قالوا ان هو مفيش كلير مفيش اجابه واضحه وصريحه لكن طالما ان الريسك فاكتور موجود هفضي افضل ماشي على الايه على البروفلاكسيس. اول ما الريسك فاكتور تبقى تقل هبدا اعمل ديسكاليشن للقصه دي. اللي بعده دي كان الاستادي اتعملت هنا ايجيبشن استادي اتعملت في الاي سي يو في الزقازيق وكانوا برضو قالوا ان نفس الريكومنديشن ان العيانين اللي في الاي سي يو اللي على ميكانيكال فنتيليشن بيبقى فيهم هاي ريسك واوف بليدنج ودول محتاجين فعلا نبدا لهم بدري. هنا بقى الديبيت اللي موجود في السيناريو ده ادي ولا ما اديش بناء على الفوبيا او الخوف او الريسك اوف ديفلوبمنت اوف نمونيا على اساس ان البي بي اي والاتش 2 بلوكرز دول بيقللوا الاسيديتي وبالتالي في هاي ريسك اوف انفكشنز ممكن تحصل معايا. اللي بعدها بقى الريكومنديشنز ان انا حتى ايفن لو انا خايف من الريسك اوف نمونيا لا بستخدم الايه بستخدم الانتي ستريس ألسر بروفلاكسيز. الكونكلوجن بتاعنا في النقطه دي عشان النقطه واضحه انا بعمل ريسك ستراتيفيكيشن طالما العيان فيه هاي ريسك جروب لازم ادي بروفلاكسيز لستريس ألسر ايفن لو انا خايف من الباب لان العيان دوت لو جاله بليدنج المورتاليتي ريت بتاعته هتبقى من 50 الى 60%.
لو العيان ده ما فيش فيه ريسك اوف بليدنج يبقى هي كيس باي كيس حسب الكيس بقى، وشوف كومورز اللي موجوده فيه وشوف السيفيريتي بتاعته قد ايه وشوف الديوريشن بتاعه في الاي سي يو قد ايه، ممكن حلقه احتاج لها وحاله ما احتاجش لها اكوردنج لكل سيتويشن وكل كيس باي كيس. النقطه المهمه والاخيره ما خافش من قصه الباب في العيان الهاي ريسك جروب بالذات، ولا انا مش هدي عشان العيان ما يجيلوش باب، لا ادي ودي البروتون بامب انهيبيتورز وادي الاتش 2 بلوكرز، ما فيش منهم مشكله خالص في هذه الحالات. شكرا لحضرتك دكتور رائد. دكتوره سحر، يمكن البلاد ترانسفيوجن كومن جدا ان انا بحتاجه في الاي سي يو، وخاصه ان كتير جدا بيكون عندي عيانين انيميك. هاو تو ادجست اند واتس كومبليكيشن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بهني دكتور محمد مصطفى على المؤتمر وبشكره على الدعوه الكريمه. بالنسبه للبلاد ترانسفيوجن، من الحاجات المهمه جدا اللي بنحتاجها في الاي سي يو بالذات في حالات الهيموراجيك شوك او السيفير انيميا او الكواجولوباثي بتبقى انديكيتد جدا، ولكن الانسيسري ترانسفيوجن او الانسيسري ادمنستريشن بتبقى له كومبليكيشنز ريسكي لا تقل اهميه عن ان احنا ندي ترانسفيوجن، زي ان العيان يدخل في ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لونج انجري او سيركيولاتوري اوفرلود، بالاضافه الى زياده الكوست وزياده اللينث اوف هوسبيتال ستي اللي بيعرضنا لمشاكل كتير. عشان كده البلاد ترانسفيوجن لازم يبقى ريستريكتد للعيانين اللي هم فعلا محتاجين البلاد ترانسفيوجن، وانا مش محتاجه ان انا ادي ترانسفيوجن لو الهيموجلوبين ليفل بتاعي ما بين 7-8 وما عنديش اكتيف او ماسيف بليدنج واضح. في الحاله ديت انا مش محتاجه ادي بلاد ترانسفيوجن، لازم يخضع للكرايتيريا ان انا يبقى عندي الفور سيفتي كرايتيريا ان انا هدي الرايت بلاد للرايت بيشنت في الرايت تايم والرايت بليس. شكرا دكتوره سحر. يمكن منظر الريك اللي قدامي ده تقريبا احنا بنسحبه من كل بيشنت يوميا، واحيانا مره واثنين وثلاثه لو في الكترولايت ديستربنس ولا مشكله رينال. احنا اللابوراتوري تيست في عينين الاي سي يو ازاي ما عملش ابيوز ليها، وازاي برضو ما عملهاش نيجليكشن؟ ايه الادجستمنت بتاعها؟ على عكس البلاد ترانسفيوجن بقى الابيوز او الاوفر يوز لللاب تيست، لان احنا في الغالب في الاي سي يو بنسحب اللاب تيست روتينلي مش على دايجنوستيك ورك ابس او ان احنا بنبقى محتاجينها فعلا، هي بتتسحب روتينلي لكل العيانين الصبح، فدوت بيؤدي الى لوس لحوالي 40-70 ملي لتر اوف بلاد ديلي، ودوت بيعمل لي دروب في الهيموجلوبين ليفل بنسبه حوالي 1 جرام كل يوم، وبالتالي البلاد تيست لازم تبقى مسحوبه على دايجنوستيك بيز او انتر فينشنال. انا عارفه انا اسحبها ليه. من اهم الطرق اللي تخليني اتجنب الاوفر اسبيريشن للبلاد او البلاد سامبلنج ان انا ممكن استعمل البيدياتريك فليبوتومي تيوبس، بتبقى حجمها صغير بتشيل من حوالي من نص ملي لواحد وثلاثة من عشرة، فبالتالي مش هستعمل اوفر سامبلنج للبلاد، او ان انا استعمل سيرنجز حجمها صغير عشان ما اسحبش كميات زياده عن اللي انا محتاجاها للبلاد سامبلنج. شكرا لحضرتك دكتوره سحر. دكتور وليد، هنتكلم مع حضرتك عن الانفيزيف مونتورنج، وهل هو بيتر ولا الاحسن ان انا استخدم النون انفيزيف مونتورنج في الاي سي يو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بشرف لي التواجد مع اساتذتي في مؤتمر جمعيه جنوب الوادي السابع. احنا دلوقتي عندنا اون جوينج انديكيشن بحتاج اعمل بيه مونيتورنج للهيمودينامكس بتاعه العيان. العيان بيدخل العناية عندنا كمان ريسبيراتوري انتنسيف كير، ممكن افاجئ بانه في سيبسز او سيبتك شوك، او البيشنت عنده شوك ولسه اندفرنشيتد، انا مش قادر اوصل للتفسير او السبب. كنا بنستخدم لفترات طويله السوان جانز كاسيتر، لكن الريسنت يعني بابليكيشنز والليتريتشر بتقول ان مفيش علاقه بين الاستخدام وتحسن الاوتكم بتاع العينين دول. اسوشيتد كمان مع الكاثيتر والانفيزيف مونيتورنج بعض الكومبليكيشنز اللي لا تخفى على احد من اساتذتنا طبعا وزملائنا الموجودين، كومبليكيشنز من اول استخدام الكاثيتر نفسها السي في سي والكومبليكيشنز الاسوشيتد معاها، وصولا للريتيشن للكاردياك وولز والاريزمياز والكومبليكيشنز اللوكال اللي ممكن تحصل في البلمونري ارتري. فابتدت تظهر الحاجه لاستخدام حاجه تكون اقل في الكومبليكيشنز مور سيف. عندنا النون انفيزيف مونيتورنج ممكن استخدم السيرمو ديليوشن او استخدم حاجه يعني ريسنتلي ابتدت يبقى بابليكيشنز كتير عنها وفي بعض ريكومنديشنز توصي باستخدامها زي الايكون ديفايس اللي ممكن عن طريق انه بيقيس الالكتريكال امبيدنس او الكتريكال كارديومتري عن طريق مجموعه من الالكترودز بتتحط سوبرفيشال على الشيست، بيشوف الاعاقه اللي بيشوفها الالكتريكال كارنت اللي بيكون له امبليتود، بيقدر يفصل الاعاقه اللي حصلت دي للجزء السيركيولاتوري، جزء منها بيكون طبعا ريليتد للار بي سي الاينمنت اللي بيختلف في الدياستول عن السيستول في الاورطه، بيطلع عندي مجموعه من الارقام بالجوريزم معين بيطلع لي استيميتد ستروك فوليوم كارديك اوتبوت، ممكن تديني فكره برضه عن الفاسكولار ريزيستنس وتديني فكره عن الكونتراكتيليتي تساعدني في اخذ القرار هل العيان ممكن يستفيد من الانوتروبس ولا الفازوبريسورز ولا الفلويد ولا ايه بالظبط.
فده ممكن يبقى ريسنت يعني لايت يقلل الكومبليكيشنز وما بقاش بعمل دو مور ايفورت ان انا اعمل مور هارم للعيان. شكرا دكتور وليد. ويمكن جدير بالذكر ان احنا يعني كاد الايكون احنا طالبينه وان شاء الله يعني في الطريق لينا في عنايتنا في اسيوط. نستاذن حضرتك دكتور وليد، عايزين نتكلم برضو على النيوتريشن، المال نيوتريشن الافضل ان احنا نستخدم بارنترال ولا انترال نيوتريشن. نقطة النيوتريشن طبعا نقطة كبيرة جدا، بتحتاج مالتي ديسيبلينري تيم، يفضل يكون معنا في العناية حد متخصص في النيوتريشن. القواعد بتاعته ليها برضو كلام كتير حاليا، ممكن الاسبن جايدلاينز بتعمل الباك بون اللي نستمد منه الداتا بتاعتنا. العينين الكريتيكال شوك ده بيفضل ان احنا نقلل كمية الاورال انتيك فيهم في اول 24 او 48 ساعة، لكن ما نوقفهاش تماما. ريكومنديشنز جات بان احنا نشجع الانترال فيدنج. الانترال فيدنج بيساعد على البروتكشن، حماية الاستومك، حماية الانتستين، بيمنع الترانسلوكيشن بتاع البكتيريا. فده بيخليني ان ممكن انصح العيان في اول 48 ساعة امنتين الانترال فيدنج اذا امكن، لو مفيش كونتر انديكيشن بدي سب اوبتيمال فيدنج من 60 ل 80%، واوصل للاوبتيمال اللي هو من 80 ل 100% من اول 3 ل 7 ايام. باخد بالي من الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من المال نيوتريشن، بحسن البروتين انتيك، الريكومندد بيكون 1 جرام لكل كيلو جرام بير دي، علشان يبقى انا بمسك الامور من الوسط، ولا اعمل ستارفيشن واندر نيوتريشن، ولا اضر العيان بالاوفر فيدنج اللي ممكن يحصل. شكرا دكتور وليد. هنقل مريض بقى بقيه الايرورز مع دكتوره هدى. ممكن نتكلم عن الاوفر تريتمنت والإيموبولايزيشن كده، يعني نحط هيدلاينز عشان نختم المحاضره ان شاء الله مع حضرتك. هو بالنسبه للاوفر تريتمنت لازم نعرف يعني ايه معنى كلمه اوفر تريتمنت. معناها ان انا بدي انترفينشن للبيشنت هي مش ديزايرد للبيشنت، ملهاش فايده للبيشنت، وده ممكن يحصل في الحالات اللي هي الكريتيكال اير بيشنت، لما يكون عنده كرونيك تيرمينال إلنس او عنده اكيوت ديس اوردر وابتدى يحصل له ريفرسبل اورجان فيلير، فلما بنبتدي نديله السبورتيف تريتمنت تستهلكي كل الادويه وكل الحاجات الموجوده في العنايه للبيشنت. هل السبورتيف تريتمنت ده بيبقى مفيد للبيشنت؟ هو هيطول الفتره ممكن، لكن هو مش هيغير في السيرفايفر ريت بتاعه البيشنت، وهيخلينا استهلك الاي سي يو. عشان كده هم بيحطوا ميجرز، منها اقدر اعمل بريفنشن للاوفر تريتمنت، واقدر اعمل مشكله مش لازم يفتح لك بعمل ريكوجنيشن للاوفر تريتمنت واعمل له بريفنشن للاوفر تريتمنت. اول حاجه ان التيم لازم كل يوم يسال نفسه ايه فايدة الثيرابي اللي انا بديه للبيشنت، واحط برضو رغبة البيشنت معايا والديزاير بتاعت الريلاتيفز نفسها، هل في فايدة من العلاج ولا لا. طيب لما بختار التريتمنت في حالات السبورتيف كير، ما حاولش ان انا استعمل ادوية غالية ما استهلكش حاجات كتيرة ملهاش لازمة معايا. الحاجة التانية لازم اعمل مالتي ديسيبلينري مانجمنت، اعمل ايديوكيشن وتريننج على المالتي ديسيبلينري مانجمنت، واحاول اعمل سوشيال كورس ان انا اعرف كل الناس ان السبورتيف كير الهدف منه ان انا بعمل ريليف للبين بتاع البيشنت وريليف للسفرنج، ان انا مش بعالج المريض لان انا ما عنديش حاجه تريتمنت ادهوله، فاحاول بقدر الامكان ان انا اوفر في الاستهلاك للاي سي يو. بالنسبه للايموبيلايزيشن اللي احنا عايزه تتكلمي عنها، العيان طبعا اللي في عنايه بيبقى موبايل، ده معروف عشان ميكانيكال فنتيليشن، عشان الشوك بيبقى عنده نيورولوجيكال ديس اوردرز موجوده، دي بتدخله طبعا في مشاكل كتيره، ان انا ما احركش البيشنت ممكن يحصل له فينس ثرومب امبوليزم، يحصل له بريشر ألسرز ده كتير هيتعرض لها، فبيتعرض كمان لويكنس ان المصل بتاعته بتبقى ويك. الناس دايما عندها كونسبت ان العيان اللي على ماشين، العيان الشوك، العيان اللي على كونتينوس رينال ريبليسمنت ثيرابي، اللي على ايكمو سيبه وما تحركوش. لا، هو المفروض ان احنا اعمل ايرلي موبيلايزيشن، اعمل ايرلي ريهابليتيشن، لان ده طبعا هيحسن المسل سترينث، هيعود البيشنت على يبقى عنده بيشنت اندبندنسي، ان يبتدي يعتمد على نفسه.
كمان هيحسن الدوم سيلير ادابتيشن، البيشنت يبتدي يتعود على الحياه لما يروح البيت بتاعه، هقلل من الكومبليكيشنز اللي بيتعرض لها البيشنت. بس مهم قوي ان الايرلي ريهابليتيشن والايرلي موبيلايزيشن مش هتتعمل باي حد، يبقى مسؤول عنها اللي هو تريند فيزيكال ثيرابيست، والمفروض طبعا ان انا اختار حد هو متخصص في الريسبيراتوري سيستم. وعلى فكره عن تجربه لاحد الزملاء كان عنده مشاكل ساعه الكوفيد والديسنيا والقصص دي، هو ما حصلوش امبروفمنت، خد كل ما تتخيليه من ادويه لم يتحسن في النهايه كل مشاكله الا بالريسبيراتوري ثيرابي، بس كانت مع حد متخصص واخد دكتوراه في الريسبيراتوري ثيرابي، مش اي حد يعمله. فده مهم جدا ان يبقى مفعل في كل العنايات، هيفرق تماما مع البيشنت ان انا افعل الايرلي ريهابليتيشن. شكرا طبعا. شكرا لحضرتك دكتور هدى. دكتور رائد، الانبليند اكستيوبيشن عند الانتيوبيشن يمكن دي حاجه كومن وليها هازارد، نحب يعني ناخد هيدلاينز كده مع حضرتك عشان ما نطولش على الحضور. ماشي حاضر. هو طبعا الانبليند اكستيوبيشن ده بيبقى بريماتور ريموفال للانتروكيل تيوب، فجاه ده العيان شد التيوب او النيرسنج يقول التيوب اتشدت من العيان، فهما في تو تايب، اما سيلف اكستيوبيشن العيان نفسه هو اللي بيشدها بايده لما يبقى اليرت وفايه بدا يفوق، او زي ما قلنا كده عن طريق الايه الاكسيدنتال والدينوجل كير بتاع البيشنت بتوع منه. طبعا دي مشكله، وبرضو بتوصل في بعض الحالات ل 38% من الحالات او 14%. الميتا اناليسيس قالت ان لحد 12% تقريبا هو الاكثر يعني وجودا، فطبعا دي برضو مشكله مش قليله. في ريسك فاكتورز كتيره، فيهم حاجات ريليتد للبيشنت، وفيهم حاجات ريليتد للبيرسونلز اللي بيقدموا الكير، وفي حاجات للكير نفسه. اهمهم عشان برضو التايم احنا اوت اوف تايم، الاجيتيشن والعيان اللي بقى اجيتيتد وما بيخش الديشن كويس، ده من ضمن الريسك فاكتورز. الحاجه المهمه النيرسينج، لو النمبر مش سفيشنت واللي ما هوش كواليفايد وما هوش تريند كويس على الكير يقدموا زي العيان، دي برضه من ضمن الريسك فاكتور. واخده ان دورنج الشيفت المشاكل اللي احنا بنقابلها، فدي كلها مشاكل سواء كانت بالنسبه للبيشنت، سواء كانت بالنسبه للنيرسينج، سواء كانت بالنسبه للكير. والكونكلوجن عشان احنا خلاص التايم خلص مننا، يعني ان احنا محتاجين نعمل ايديوكيشن كويس للنيرسز، محتاجين يبقى في نمبر كويس للنيرس يكون موجود معانا، محتاجين ان يبقى في بروبر دياجنوستس للبوزيشن بتاع الانتراكيال تيوب، نعمل فولو اب اكس راي للتيوب، نشوف القف اخبار ايه، لان هي لو كانت هايبر انفليت خد العيان ديستريسد والعيان حاول يشد التيوب، كل الحاجات ديت بتخلينا نقلل الريسك اوف سيلف اكستوبيشن او انبلاند اكستوبيشن، واللي ممكن دخل العيان في كومبليكيشن سواء كانت في تروما او سواء كانت في اسبيريشن اون او خلاف. شكرا لحضرتك دكتور رائد. يمكن احنا الايرورز ما قدرناش يعني نستوفيها كلها، وهم اكتر من كده كمان بكتير، احنا محتاجين محاضره تاني فوق المحاضره عشان نتكلم عن الايرورز والميسد بوينت الصغيره اللي بتعدي علينا كلنا، واللي ممكن تكون افويدبل وتحسن لي الاوتكم جدا والهوسبيتال ستي، وما يخليش البيشنت يفضل معايا بولونجد في الاي سي يو لو انا عملتها. ويمكن اهم الهيدلاينز عندي المالتي ديسيبلينري تيم التيلي ميديسن، وده فادنا جدا حتى في فتره الكوفيد. كل ده هيساعدني جدا ان انا يكون الاوتكم بتاعي احسن في الاي سي يو، ما احتاجش بولونجد هوسبيتاليزيشن. اند ثانك يو دكتوره صفاء. شكرا جدا على البانل ديسكشن الحلوه، واساتذتنا وزمايلنا الحلوين اللي موجودين اللي بصراحه اثروا هذا الموضوع.